من التلميذات المجدات والمثابرات اللواتي استطعن حصد ثمار جهودهن الجبارة والمضنية. وخير ما نفتتح به أمسيتنا السعيدة ومجمعنا الطيب القرآن الكريم. أجمل ما رتل وخير ما نزل. فدعوا نفوسكم حضورنا الكريم تتخشعوا بآيات عطرات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا المستفيدة فاطمة مصلحي، فلتتفضل مشكورة. قراءة خاشعة لانت لها قلوب الحاضرين، فبارك الله في صوتك وزادك توفيقا وصلاحا. الوطن هو قلب وروح الإنسان، فهو هويتنا التي نحملها ونفتخر بها، وهو المكان الذي نلجأ إليه ونحس فيه بالأمان. فاعتزازا بوطننا وافتخارا به نتيه فخرا ونطأ بالأحمص الثريا. لذا ندعوكم حضورنا الكريم إلى الوقوف وقفة اعتزاز وافتخار لترديد النشيد الوطني. حضرات السيدات والسادة، كل باسمه وصفته
مع احترام الجميع وحفظ المقامات للجميع. سعداء بلقياكم والترحيب بكم مجددا في موعد التفوق والتميز، ونشكركم على تلبيتكم الدعوة للحضور معنا في هذا الحفل البهيج لنحتفل وإياكم ببناتنا العزيزات والمتفوقات. وعلى درب التفوق، وبما أن للتفوق آفاق، يرتئينا هذه السنة أيضا أن نحتفظ بمعدل 17 كعتبة أو كمعيار للتفوق. فهنيئا لبنات العزيزات اللواتي اجتهدنا وكدنا وصبرنا واجتهدنا ولنا شرف الصعود إلى منصة التتويج. واحتراما أو اعتبارا للعامل الزمان والالتزامات ضيوفنا الكرام، أمر وبعجالة إلى قراءنا في نتائج الدورة الأولى. يرمز إلى معدل 14 فما فوق. نمر بسرعة. نتائج جد إيجابية، نتائج موفقة، نتيجة برنامج تربوي اجتماعي نفسي. نمر بسرعة وغادي نشوفوا خلاصة في الرسم البياني. أول نقطة 19.29. عدد المستفيدات 108. كتشوفوا معنا جوج بنيتات فقط اللي ما جابوش المعدل، كاينه 9.89 و 9.62، وهاد جوج اللي ما عندهمش عندهم تفسير جاو بحموله فيها تراكمات فيها ترسبات، لان ما تمكنوش الكفايات الاساسيه في التعليق الاساسي، ودرنا لهم دابا برنامج المواكبه والتتبع بشكل يومي بالتشخيص ثم تدخل مؤثرة وتدخل حتى أساتذة متطوعين مشكورين جدا للأساتذة المتطوعين اللي كتشوفوا مواندوديس اللون الأزرق كونسين اللون أنطر 10-12 بول. كتشوفوا بأنه النسبة الأكبر هي اللي حصلت يعني من 17 إبليس 50.93، نتيجة جد إيجابية، وأكيد أن هذه الثمرة هي ماشي نتيجة جمعية معينة، بل هي ثمرة جهود. ثمرة اجتهاد مستفيدة أنفسهن، ثمرة أولياء الأمور والأساتذة، ثمرة جميع الشركاء اللي عطونا هذه النتيجة جد وإيجابية. حتى
حفظكم الله وشكرا جزيلا على الحضور. حضوركم دعم للتفوق. شكرا لقائدة الجيل المبدع والمتألق الأستاذة جميلة قيشوحي، فأنت أهل للعرفان والتقدير بعطائك الدؤوب والمتواصل، فجزاك الله خيرا. التفوق الدراسي والتألق في مختلف المجالات هم ثمرات عمل جبار وبرنامج شامل وكامل نفسي تربوي واجتماعي. والآن سنعرض على أنظاركم محاور البرنامج الشامل مع المستفيدات من هذا البرنامج، فليتفضلنا. مشكورة. تأبت جمعية دار طالبة دريوش منذ تأسيسها
بذاتها ومساعدتهن على تجاوز أي شكل من أشكال التعثر والتأخر الدراسيين وكذا التحصيل الجيد لمختلف التعلمات. لذلك تعتمد الأطر التربوية والإدارية في بداية كل سنة دراسية على تشخيص دقيق ومفصل لكل مستفيدة من أجل الكشف عن مواطن النقص لديهن، وذلك عن طريق إقامة اختبارات روائز في كل بداية سنة للاطلاع على نتائجهن الدراسية، إقامة مقابلة فردية مع الفتاة والتحاور معها، وكذا التواصل مع الأساتذة وأولياء الأمور، وبهدف تقديم الدعم المناسب وبالكيفية المناسبة عملت الجمعية على الطرق البيداغوجية الحديثة للرفع من المستوى المعرفي والإدراكي وأيضا العلمي للمستفيدات ومعالجة تعثراتهن، وذلك وفق الاشتغال بطرق التنشيط الحديثة كالدعم بواسطة زميلتهن المتفوقات، الدعم بواسطة أساتذة متطوعين، الدعم بواسطة مؤطرة تربوية رئيسية، وكذا إدماج وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعلم والمعالجة بالإضافة إلى الكتب، وإنجاز عروض تربوية هادفة تشجيعاً لهن على التعلم الذاتي والإبداع العلمي واكتساب مهارات التواصل والحوار البناء والمناقشة، بالإضافة إلى التحفيز المستمر بمنح جوائز للمتفوقات دراسياً وأخلاقياً وسلوكياً، وكذا حفلة التفوق التي تقام في كل سنة. وبطبيعة الحال أعطى هذا الدعم ثماره ونجاعته في صفوف تلميذات طالبة على مدار السنوات، حيث استعادت المستفيدات ثقة في أنفسهن وعلى قدرتهن على التعلم بشكل أفضل وأحسن، وتحسين نتائجهن التي تبلغ نسبتها السنوية 100%. ولهذا فهذه الأمسية التي أقيمت اليوم على شرف المتفوقات ما هي إلا ثمرة من ثمار والمجهود المبذولة طيلة الأسدسي الأول. وشكرا. أريكتي ولك منا جزيل الشكر. وبالرغم من النتائج التي تم تحقيقها من قبل الدعم البيداغوجي، إلا أنه لا يقل أهمية عن الدعم النفسي الاجتماعي، وهذا ما سوف نتقرب منه أكثر مع مستفيدة عاشت في دار طالبة لمدة 6 سنوات مستواها الدراسي 2 بكالوريا علوم فيزيائية خيار فرنسي والحاصلة على معدل 17 حياة جزولي. ينطلق أطر المؤسسة في مجال الدعم النفسي والاجتماعي من قناعة أساسية مفادها أن النتائج الدراسية ليست رهينة فقط بالجهد المدرسي، بل هي مرتبطة بالوضعية النفسية والاجتماعية للفتاة باعتبارها إنسانة في مرحلة عمرية جد حرجة لها إحباطات وأزمات تنعكس عليها سلبا وإيجابا. لذلك يتم التدخل بمجموعة من الآليات البيداغوجية من أجل معالجة المشاكل النفسية للفتاة، خلق الظروف المواتية لمتابعة الدراسة في أحسن الظروف، والمعتمدين في ذلك على مساندين ومتدخلين، وبإشراف الفتيات أنفسهن، وكذا بالتواصل الانفرادي مع الفتاة، والإنصات لها، والتواصل مع الأساتذة، وكذا التواصل مع زملائهن في المدرسة وأولياء الأمور.
انطواء الفتاة، اكتساب الثقة بالنفس، الإصلاح المشاكل العلاقية بكل جرأة، الإقبال على التعلم بشكل أفضل، وتحمل المسؤولية وتقدير الذات. لك منا جزيل الشكر. وإضافة إلى كل ما ذكرتيه، فالحالة النفسية لكل فتاة تحتاج إلى وجود الأنشطة الموازية ضمن الخطط الاسترجالية، وهذا ما سوف نتطرق إليه مع مستفيدة مكثت في دار طالبة لمدة 6 سنوات، مستواها الدراسي 2 بكالوريا علوم الحياة والأرض، والحاصلة على معدل 17 حنان مروان. الأنشطة الموازية هي الأنشطة الحالفة والمكملة للدراسة والتي تنجزها فتيات دار الطالبة من أجل صقل مواهبهن وتنميتها، قصد تعزيز توازنهن النفسي وثقتهن بأنفسهن وكشف المواهب ودعم روح الابتكار والإبداع وتعويد الفتاة على ممارسة مواهبها في وقتها الثالث. وهي أنشطة متنوعة، منها ما هو فني كالمسرح والرسم، ومنها ما هو ثقافي كالكتابة واللقاءات، فضلا عن الرياضة والإبداعات اليدوية والخرجات الترفيهية والاستكشافية. ومن دون شك أن هذه الأنشطة الموازية لا تعني تضييع الوقت بغير هدف تربوي يجنى، بل العكس تماما، تعني المساهمة في بناء جيل متوازن منفتح نفسيا واجتماعيا، معتزا بنفسه وبقدراته، ومتفوق أكيد دراسيا. وخير دليل على ذلك أن المتفوقات المتوجهات اليوم جزء لا يتجزأ من هذه الأنشطة الموازية. من أجل كل هذا حرص الطاقم التربوي لدار الطالبة على تشكيل عدة أندية، نجد على رأسها نادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، على اعتبار أن التربية على المواطنة هدف أسمى لكل نظام تربوي. والصور الماثلة أمامكم تجسيد لبعض نشاطات هذا النادي. من الأندية أيضا نادي المسرح والأنشودة، على اعتبار أن الإنشاد والمسرح قيمة مضافة دائمة التجدد والروعة، حيث يمكن الإحاطة بمجالات شتى عن طريقها كما تلاحظون في صور حضورنا الكريم. وتحت شعار الرياضة تربية للنفوس قبل أن تكون إحرازا للكؤوس، نجد نادي الرياضة. فالرياضة تبقى دائما الإدارة العاقلة للجسم السليم كما تلاحظون في الصور. ونادي الأعمال اليدوية أيضا من الأندية التي لا تقل قيمة في دار الطالبة، باعتباره نافذة لإبداعات المستفيدة. كان هذا مقتبس من بعض الأنشطة المزاولة بدار الطالبة، وبطبيعة الحال لا يمكن سردها جميعها لأن الأمر يتعلق بأنشطة يومية. إلى جانب الأنشطة الموازية يعد الانفتاح على المحيط الخارجي سواء المحلي أو الجهوي أو الوطني أو الدولي تجسيد يومي وعملي لثقافة التواصل الذي تنهجه مؤسسة دار الطالبة. ويتجسد هذا الانفتاح أساسا من خلال فتح أبواب المؤسسة في وجه كل الجمعيات والمؤسسات والوفود الزائرة والإعلام أيضا، ومبادرتها هي بزيارة مثيلاتها من المؤسسات اجتماعية كانت أو غيرها، وكذا من خلال الاستجابة لكل الدعوات التي توجه إليها. وهذا كله بهدف تقاسم التجارب والخبرات
وإغناء المؤسسة بكل ما استجد في المجال الاجتماعي. وشكرا. بوركتي ولك منا جزيل الشكر، فالأنشطة الموازية والدعم النفسي الاجتماعي والدعم البيداغوجي أعطوا أكلهم، إذ عرفت دار الطالبة عدة إنجازات ومحطات مضيئة خلال مسارها الحافل بالنجاحات. والآن سوف ننتقل إلى التعرف على بعض المحطات المهمة لدار الطالبة مع مستفيدة جعلت دار الطالبة منزلا لها لمدة 3 سنوات، مستواها الدراسي 2 بكالوريا علوم فيزيائية خيار فرنسي، والحاصلة على معدل 18. نهيلة ظلال. ونحن بصدد الحديث أو تقديم قراءة في المنجزات والمحطات الهامة التي مرت بها دار الطالبة، لابد من الإشارة إلى أن الطريق لم يكن مفروشا بالورد، بل كانت هناك عدة إكراهات وصعاب ولما لا عراقيل وعقبات، ولكن نظرا لروحنا الإيجابية وبعيدا عن العدم قررنا سرد بعض وفقط بعض المحطات المضيئة نظرا لضيق الوقت وكثرة المحطات. نبدأ بأول محطة عرفتها دار الطالبة وهي افتتاحها سنة 2007 والتحاق 3 مستفيدات ليكتمل العدد بعد الوقت ل40 مستفيدة وهي الطاقة الاستيعابية آنذاك. سنة 2009 حصول دار الطالبة على الجائزة الوطنية في التأطير الاجتماعي والتربوي. وبهذا الحدث دعا صيت دار الطالبة إلى أن التمس مندوب التعاون الوطني بالناظور آنذاك منها الإشراف على تنظيم الذكرى 52 من تأسيس التعاون الوطني. ثم أول حفل تفوق نظمته دار الطالبة سنة 2008 والذي توفر على أول عرض أو أول تقرير بالصوت والصورة للعمل النسوي المنظم. ثم حفل تفوق 2009 ثم الجائزة الأولى بالمهرجان الثاني لأغنية الطفل وغيرها من الجوائز والشهادات التي حصلت عليها دار الطالبة نظرا وكثمار لما قدمته زميلاتي. ثم تصدير التجربة من الجمعية إلى جمعيات المجتمع المدني ودور الطالبات بالإقليم وتنظيم مجموعة من الزيارات والخرجات لمختلف الدول المدن المغربية كزيارة قصر البديع بمراكش، قصر الباهية، المنارة، شلالات أزود بالأطلس، جامع لسنا بمراكش، قرية آيت بن حدو بورزازات، المدينة السينمائية بورزازات، وضريح محمد الخامس بالرباط. سنة 2011 نظمت دار الطالبة يوما دراسي بشراكة مع بلدية لاهاي بهولندا والمجلس الإقليمي والبلدي بدرويش غير نظرة من كانت لهم أفكار سلبية حول إمكانات ومؤهلات منطقتنا. سنة 2012 شاركت دار الطالبة بالإقصاءات الجهوية حيث فازت إحدى العداءات بالمركز الأول وهو مرتبة جد مشرفة. تفوقه ونجاحه فوز 2011 في امتحانات البكالوريا. سنة 2012 بصمة مشرفة للفريق الكروي لدار الطالبة. سنة 2012 أيضا المشاركة
في ملتقى الوفاء الرياضي لألعاب القوى التي شكلت تشجيعا للرياضة النسوية، ثم المشاركة في نشاط في حفل اختتام السنة الدراسية بمدرسة ابن بطوطة بتمسمان، وذلك تمهيدا لافتتاح دار الطالبة بكل من تمسمان وبو دينار. المشاركة في نشاط ثقافي ببلدية بنطيب سنة 2013 بمناسبة الذكرى 59 لتقديم الوثيقة المطالبة بالاستقلال واحتفالا بسنة الأمازيغية الجديدة. المشاركة في نشاط في الاحتفاء بالمتفوقين بالمدرسة الجماعية أوستي سنة 2013، وذلك في إطار الانفتاح على المناطق الجبلية التي هي أولى بالانفتاح عليها من غيرها من المناطق الأخرى من أجل استفادة من خبرة دار الطالبة. زيارة المآثر التاريخية بالحسينة بتأثير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. زيارات ورحلات متميزة إلى مناطق سياحية بالمغرب. احتفال ساكنة دريوش بفوز عداءات دار الطالبة ببطولة ألعاب القوى وتكريمهن برحلة إلى كل من طنجة، تطوان، فاس ومكناس. احتلال فريق كرة القدم بدور الطالبة المركز الثاني جهويا. مباراة في كرة القدم مع فريق تازة سنة 2013. تألق فريق ألعاب القوى جهويا سنة 2013 حيث فازت عداءات الجمعية في الفردي والجماعي في سباق بلغت مسافته 2000 متر. احتفال الجمعية بفوز الفريقين فريق كرة القدم وألعاب القوى. نيل البطولة الوطنية لألعاب القوى لمؤسسات الرعاية الاجتماعية سنة 2013. صور للتألق بالنصف النهائي بمدينة الفنيدق سنة 2015. نهائيات ألعاب القوى بأكادير وفوز عداءات دار الطالبة الدريوش بالمركز الثاني. توسعة الطاقة الاستيعابية لدار الطالبة من 40 إلى 104 مستفيدة سنة 2013. زيارة لجامعة الأخوين بإفران سنة 2015. رحلة ترفيهية واستكشافية لفائدة المتميزات دراسيا في عدد من المدن المغربية سنة 2015. زيارة جمعية القلب بهولندا للمغرب. المشاركة في مناورة الإسعافات الأولية سنة 2015 تحت شعار في كل بيت مستفيدة مسعفة. زيارات سنوية للوفود هولندية من جامعة إن هولندا من أجل تبادل الخبر والتجارب. زيارة جمعية الضفتين بأميان الفرنسية لدار الطالبة. تسجيل نجاح وتفوق سنوي لتلميذات البكالوريا والاحتفاء بهن من خلال رحلات وخرجات ترفيهية. زيارة دراسية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان سنة 2018. تكريم البذل والعطاء والجهود المضنية. وشكرا. لك منا جزيل الشكر. وبهذه المناسبة إذ نثمن ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية فاقت كل التوقعات لهذه المؤسسة التربوية، نشيد بكل الفاعلين المترجمين للأهداف النبيلة لهذا الورش الملكي والتاريخي والنموذجي، ونتوجه إليهم بأسمى آيات الشكر والعرفان، وعلى رأسهم عامل صاحب الجلالة على إقليم دريوش
ورئيس المجلس الإقليمي للدريوش مندوب التعاون الوطني، والشكر موصول كذلك لرؤساء الجماعات الترابية، جماعة دريوش، جماعة مطرسة، جماعة عين زهرة، جماعة بوبكر، أعضاء الجمعية، والشكر كذلك للأطر التربوية والإدارية للجمعية ومدراء المؤسسات التعليمية والأساتذة الكرام، والشكر موصول أيضا إلى آباء وأولياء المستفيدات والمنابر الإعلامية المحلية والإقليمية، سائلين الله أن يوفقنا لما فيه خير بلادنا، محافظين على دينامية هذا الورش الملكي الواعد، حارسين على رفع وتيرته بلوغا لتحقيق أهدافه النبيلة المتمثلة في محاربة التهميش، حتى نكون جميعا عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وحفظه بما يحفظ به آيات كتابه الحكيم، وأقر عينه بولي عهده مولاي الحسن ومصونته الأميرة للا خديجة وجميع أفراد أسرته الكريمة، وأن يحفظ لهذا البلد الأمين أمنه واستقراره ويديم عليه نعمه إنه سميع مجيب. وشكرنا على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العلم هو عمود هذه الحياة، فبه نسمو ونرتقي، وهو طريق للإبداع والابتكار. ومن مرتكزاته الفضول والتساؤل. أما الآن ننتقل بكم إلى لوحة تعبيرية تحت عنوان كن فضوليا، من تقديم برعومات دار الطالبة، فليتفضلنا مشكورا. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد.
الشرف بدعوة الأستاذة جميلة قشوحي والعضو البارز والفاعل عمر أزحاف ومؤطرتين مساعدتين للإشراف على توزيع الجوائز للنخبة الأولى من المستفيدات الحاصلات على معدل 19 و18 على 20. من جد وجد ومن زرع حصد ومن صار على الدرب وصل. المستفيدة الأولى هي من جماعة الطرسة، الثالث إعدادي، إعدادية عبد العزيز أمين، حصل على معدل 19.29. إنها أمينة الشفي. المستفيدة الثانية هي أيضا من جماعة طالسة، شكرا لجماعة طالسة على الدعم والشراكة. ثالثة إعدادي أيضا، إعدادية عبد العزيز أمين، حاصلة على معدل 19.8. إنها التلميذة خولة العباس. المستفيدة الموالية هي أيضا من جماعة طالسة، ثانية إعدادي، إعدادية مولى يوسف، حاصلة على معدل 18.90. ابتسام بدي. الجائزة الموالية لتلميذة من جماعة بوركة، أولى إعدادي، إعدادية عبد العزيز أمين، 18.85. إنها المستفيدة نورة الخلاتي. شكرا لجماعة بوركة أيضا على الشرف والدعم. المستفيدة الموالية من جماعة طالسة، أولى إعدادي، إعدادية مولى يوسف، حاصلة على معدل 18.53. إنها التلميذة أمينة الشهوني. تلميذة أيضا من جامعة طالسة، أولى إعدادي، إعدادية مولى يوسف، 18.12. مريم الشهوني. التلميذة الموالية حصل أيضا على 18.01 من جماعة بن طيب، ثانية علوم فيزيائية فرنسي، ثانوية مولى إسماعيل. إنها التلميذة النشيطة نهيلة الثلاثي. التلميذة أخرى الحاصلة على معدل 18.73، إنها التلميذة إيمان بغرارة من جماعة بوكر. شكرا على حضور سيدي الكاتب العام للحضور رمزي، شكرا على الدعم والمساندة، تشرفنا بمنح الجائزة الأولى. نحن نغلق لك سربيت.
الجائزة الموالية يتفضل بتسليمها سيد رئيس جماعة المنصة، فليتفضل. مشكورة. عفوا، المهم هو التوافق. كنت أقصد رئيس جماعة الذي يتروج حركة ديشنكال. هو تفوق بناتنا. أنا كان عارف نخدم في الميدان دائما، كنقولها كان جينا الجوائز. دور الحج، دور الحج. عفوا سيد الرئيس، شرفتنا بالحضور ومرحبا بمنح الجائزة الثالثة. كم أنت خطير؟ عرفتي علاش مشى بالي مع جماعة المنصة؟ لأن أكبر عدد من المتفوقات من جماعة المنصة. سقط على جماعة الجائزة الرابعة يسلمها ممثل مجلس الإقليمي، فليتفضل مشكورا. شكرا للمجلس الإقليمي على الشراكة وعلى الدعم في التسيير. جمال، الجائزة الموالية يمثل يتفضل بتقديمها السيد ممثل المجلس العلمي، فليتفضل مشكورا. شكرا أستاذي الفاضل على الدعم والمساندة، جعلها الله في ميزان حسناتي. أستاذ عبد الكريم، وبمثابة أستاذي فيما يتعلق بالتدبير المالي، شكرا جزيلا. الجائزة الموالية يتفضل بتقديمها مندوب التعاون الوطني. نخاف معك. أنا ما بنهاش. بارك الله عليك أستاذ. نحن نوا. بالوطن وبالوطن نكون أطفال نشأنا وترعرعنا، وطلاب درسنا وسهرنا، وموظفون أينما كنا، حملنا أمانة العمل ورفعة الوطن. نستأذنكم لرؤية لوحة تعبيرية عن الوطن بعنوان بلادي ما أحلاها من تقديم برعومات دار الطالبة، فليتفضلن مشكورات.
حاصلات على نقطة 17/20 تتفضل الأستاذة جميلة قشوحي والسيد عمر أزحف لتقديم الجوائز. محمد ميمون احسن ضيف. الاخوان الاخوان اسمحوا لنا وراه السي حسن بلال هو اللي دارها. المتفوقة الأولية هي مستفيدة من جامعة طاسة ثاني باك علوم الحياة والأرض ثانوية مولاي إسماعيل حاصلة على معدل 17.91 حنان مروان. المستفيدة الموالية من جامعة طاسة أيضا ثاني علوم فيزيائية فرنسي ثانوية مولاي إسماعيل 17.84 حياة جازولي. المستفيدة الموالية هاجر هناتي جامعة طاسة ثاني إعدادي إعدادية مولاي يوسف 17.92. التلميذة الموالية كوثر أحضيد جامعة مبكر ثالث إعدادي إعدادية عبد العزيز أمين 17.90. المستفيدة الموالية غزلان أقمقام جماعة عين الزهراء أولى إعدادي إعدادية مولاي يوسف 17.39. المستفيدة الموالية نسرين طالب جماعة مبكر أولى إعدادي إعدادية عبد العزيز أمين 17.39. التلميذة الموالية وصال كحوشير جماعة ميدار ثاني باك علوم اقتصادية ثانوية مولاي إسماعيل 17.01. شرفنا بالحضور ويتفضل معنا السيد باشا مدينة دريوش مشكورة. مشكور على الحضور، مشكور على التعاون، مشكور على الدعم، الحاج مجمع أشن ممثل الجهة. الجائزة الموالية يقدمها السيد رئيس مجموعة الجامعات السيد مروان جمال. الجائزة الموالية يتفضل بتقديمها ممثل جماعة بنطيم السي محمد ليندوزي. شكرا جزيلا سي ليندوزي على الدعم والمساندة. الجائزة الموالية يتفضل بتقديمها رئيس جماعة بوكر. الجائزة الموالية تتفضل بتقديمها رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة دريوش. Thank you.
شكرا وفاء على الدعم مع جميع الجمعيات، شكرا جزيلا. شكرا للسادة الأساتذة على الدعم الدائم، شكرا لكم. فليتفضل لتقديم الجائزة مدير مؤسسة مولاي إسماعيل سي محمد أعراب. فليتقدم مشكورا وحكا في لائحة لاخر سي محمد أبوكو نظير المؤسسة. بالنسبة لدار طالبة التفوق، لكن يعني شقيق فقط التفوق على مستوى مجموعة من المسائل، التفوق الدراسي، التفوق الشخصي، وهناك جائزة أخرى هي جائزة أحسن عرض، كان عرض أسبوعية ودمنا جائزة أحسن عرض اللي كان في الصحبة، موضوع ديالو في الصحبة الطيبة. تتفضل معنا المجموعة ديال النادي، رئيسة النادي إكرام أعنود، حنان مروان، سميرة المطلسي، سكينة اليوم، كوثر سنيور، أنيسة بن الشيخ، جليلة أعراب، سناء الزياني، زكية الخدوتي، فاطمة الزهراء بلاشي. يتفضل بتقديم الجائزة الأولى للمستفيدات والمتفوقات اللي كسبوا المسابقة، الأستاذ هرم التعليم سي عيسى. رجال التعليم وفاء دائما من نوع اللي بغي يخدم في الكواليس. مرحبا استاذه وشكرا على الدعم الدائم للمستفيدات، جزاك الله الف الف خير وجعل في ميزان حسنات. المتطوعين ايضا الاستاذ فاضل مراد عجوز. الجائزة الموالية تقدمت ممثلة مندوبية الصحة أستاذة يسرى. بالناظور.
الجائزة الموالية يقدمها سعد لطيف القديري، شكرا على الحضور. جائزة الموالية حسنة رياني رئيسة جمعية السرطان. الجائزة الموالية تسلمها كاتبة مجلس في بلدية دريوش وفاء أجرتي. والختام ختام رئيس الضم، هي جائزة سنوية، هي جائزة أميرة الدورة. جائزة أميرة الدورة فيها مجموعة من المعايير: تشبع بالقيم الإيجابية، سلوك المساعدة، التفوق الدراسي، التواصل، المساعدة، مؤطرة مساعدة. من يا ترى إنها؟ من جماعة بنطياب نهيرة زولا. متفوقة دراسيا، متفوقة أخلاقيا، متفوقة نفسيا، مجتهدة، مؤطرة مساعدة. احنا دائما كان عندنا البنات على تحمل المسؤولية، ودائما عندنا أربعة كل شهر يتناوبوا على تحمل المسؤولية، وكنت مسؤولة رائعة وكلمة حق. لقينا صعوبة باش نميزوا، لأن قوانين المسابقة هي هذه، بناتنا بنات دار طالبة كلكن أميرات وأميرات الدورة. بالعمل المحترم بتقديم الجائزة جواز صفا. وباعتبار أن جائزة الأميرة الدورة يتفضل معنا أيضا جائزة ممثل المجلس الإقليمي باعتبارهم الداعمين في الرحلة جوازا ونفقا. Thank you.
قلب الله. بلا كما كانت صدار طريبة وكما كانوا شموطيرات جاولي اللي هم عزيزين عليا بزاف، كنشكرهم بزاف بزاف حيتاش أثروني وقدرت نوصلها من المستوى، حيتاش حتى شي واحد فينا ما كيتود معلم من الأول، ولكن ضروري ما خصنا ناخذ خطوات باش نتعلموا وشكون عاوني باش نوصل لهذا المستوى اللي هو أنا كنشوف بلا خاصني نزيد نخدم على راسي كثر. الأستاذة جميلة قشوحي، الأستاذة نوال المتوفي، كل المؤثرين والمؤثرات، شكرا بزاف، وكنشكر كذلك أساتذتي في المدرسة، شكرا بزاف. في إطار تكريم المتطوعين خليناها لآخر فرصة، هو ممثل مسرحي متطوع يتحمل السفر من اللدن إلى دريوش فقط من أجل الخدمة التطوعية، كثر الله من أمثاله، سي محمد زنيبر. Thank you.